بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ثم أما بعد، للأسف الشديد سأتحدث عن الموضوع التافه الذي ألجأني إليه بعض التافهين. بالأمس يعني قبل مدة نشروا صورة لي مع بنتي أسماء وقالوا تزوج بنتا قاصر، ونشروا الصورة ثم تركوا الناس يسبون ويلعنون. بعد ذلك نشروا فيديو فيه بناتي القاصرات زينب ونسيبة، وقالوا الفزازي في بيت في خلاء وفي خلوة مع قاصرات، في حين أنهن بناتي. اليوم طلعوا علينا بوثيقة سموها الزواج بالكونترا، وآخرون سموها الزواج بالليغاليزاسيون. يعني هل بلغ بكم السفه وبلغت بكم قلة النخوة وقلة الشهامة إلى هذا المستوى؟ لماذا لا تكونون شرفاء فتواجهونني الحجة بالحجة في القضايا التي نتحدث عنها، في القضايا العامة التي تخص الوطن، سلامة الوطن، الاستقرار في الوطن، وقضايا الأمة الكبرى؟ لماذا عندما تعجزون عن مناقشة الفكر بالفكر بما يمليه الواجب من أدب ومن مرونة ومن حديث مفيد تستفيد به الأمة، لماذا تخوضون في هذه التفاهات؟ هل هناك شيء اسمه زواج بالكونترا؟ هل هناك شيء اسمه زواج بالليغاليزاسيون بالورق المصادق عليه؟ أين عقولكم؟ أليس فيكم رجل، ليس منكم رجل رشيد؟ يعني والله أنا أعجب. كونوا شرفاء، كونوا شجاع. أين الشجاعة؟ أين الشرف؟ أين النخوة؟ المنابر التي تنشر هذه التفاهات وهذه السفاهة ثم بعد ذلك ليتحول الموضوع إلى سيل من السباب والشتائم والتعيير والتشهير، يعني ماذا تريدون؟ أنا الزواج عندي كالزواج عند كل المسلمين، ولي شاهدان، رضا وقبول، مهر على سنة الله ورسوله مع توثيقه في محكمة الأسرة. هذا هو الزواج الذي عندي، غير هذا ليس لا يعتبر لا شيء. وإذن هذه الوثيقة وهذا الدجل وهذا التشهير وهذا كل ما يحوم ويحوط هذه الوثيقة فهو كذب في كذب وافتراء في افتراء ما أنزل الله به من سلطان. إذن اتقوا الله وارتقوا، القاع مليان، ارتقوا الفوق، اصعدوا قليلا، ولا سيما للذين يعني يمارسون مهنة الصحافة أو الصحافة كما يزعمون، ارتقوا قليلا فالقاع مليان. عيب هذا الخوض في هذه في أعراض الناس والخوض بالباطل. لو كنتم شجعانا وكانت لكم نخوة ولكم شيء من المصداقية واجهوني في المواضع العامة للأمة. طيب نزلتم إلى هذا المستوى الحضيض والخوض في أعراض الناس، واجهوني بالحقيقة بالصواب بما هو كائن، وليس بالفبركة والتزوير والتشهير وهذا الكلام الساقط الذي لا قيمة له. اتقوا الله. فلمن أراد أن يطلع على الحالة المدنية فهي موجودة، وفيها ثلاث زوجات في الحالة المدنية بعقود موثقة في المحاكم المغربية، ولله الحمد والمنة. ليس هناك أربعة ولا خمسة ولا سبعة ولا 16 كما يروجه التافهون. هذه هي الحقيقة ونبينا عليه الصلاة والسلام. فأقول والله المستعان، هؤلاء، لا أتحدث مع التافهين الذين يتعمدون الإساءة بحق وبباطل، لا أتحدث مع طلاب الحق، مع الذين يريدون أن يعرفوا أن يفهموا من الصحفيين. مرحبا بكم في بيتي ومرحبا بكم لأطلعكم على زوجاتي وعلى عقود الزواج وعلى أن الأمر يسير في كما ينبغي أن يسير في شرع الله تعالى. فدعوا عنكم هذه التفاهات وهذا
هذا الضرب تحت الحزام بالباطل، والله لن يؤثر في هذا يعني قيد أنملة، وأنا مواصل بإذن الله تبارك وتعالى مدافعا عن ديني ودين الأمة، ومدافعا عن وحدة التراب الوطني، ومدافعا عن النظام الملكي في هذه البلاد. أحب من أحب وكره من كره، والسلام عليكم ورحمة الله.